بقيت عائلات مريم في الأردن ولبنان ودول الخليج العربي وعلى مدى يومين لقاءها السنوي في كنيسة سيدة السلام بعمان بمشاركة نحو 80 شخصاً، حيث اشتمل اللقاء الذي حضره الأب خليل جعار المرشد الروحي لعائلات مريم في الأردن على إقامة دورة تربوية للعائلات وبالأخص الأزواج في مجال التنشئة الروحية إلى جانب صلوات وتأملات وترانيم دينية، إضافة إلى فقرات متنوعة قدمها كهنة وأفراد من المجموعة. ويشار أن عائلات مريم في الأردن تضم 11 فرقة منوعة من مختلف رعايا المملكة، وكل فرقة تضم بين 5 إلى 7 أزواج، وتهدف إلى تمتين أواصر الزواج وإرساء أسس العائلة المسيحية المتكاملة، وذلك من خلال التعايش التطبيقي الشهري لتلك المجموعات والتي يكتشف فيها الأزواج قدرة ونعمة الله في عائلاتهم. روحانية هالحركة بتركز على الروحانية الزوجية بين الزوجين اللي بتتغذى من خلال نقاط الجهد الستي، وخاصة الصلاة القلبية والصلاة الزوجية وقراءة الكتاب المقدس كلمة الرب. فهالصلوات دايما بتغذي فعلا هالروحانية اللي بتشكل هي المناعة الأقوى بين الزوجين تتبقى العيلة ويبقى زواجهم منيع وقوي مثل الصخرة اللي عليها بتتحطم أمواج الصعوبات وأمواج العالم والتحديات. أنتوا بتعرفوا أن حركة مريم هي تتعلق ومهمتها هي المحور تبعها هو الزوج والزوجة، فلذلك لقاءنا بكرة رح يكون مركز عن روحانيات وعيش الصلاة في حياة الأزواج. فمن هون حتى ننطلق لنبلش بمهمة جديدة في الأردن، مهمتنا اللي بلشت قبل شهرين نتواصل فيها مع الكل. ومعنا في هذا اللقاء عائلة من لبنان، هم المسؤولين المنطقة في لبنان والأردن والخليج العربي، بالإضافة إلى المستشار الروحي لعائلات مريم في المنطقة اللي هن هو الأب مارون مبارك. عائلات مريم للي ما بيعرف شنية مرتكزة على نقاط جهد. الكابل هو بيشتغل على حاله طوال الشهر، وبنخلص باجتماع شهري هيك بسندوا بعضهم العائلات كلهم مع بعضهم.